أبو غاز البرولوس اللي هو بيجري حاليا لعمليات التطهير. مراكب الصيد قدامنا واللانشات زي ما انتم شايفين. ودي المراكب، تصنيع المراكب. والصيادين اللي هناك دول صياد، وده البغاز، وده البغاز. اتعرف بحضرتك، اتعرف بحضرتك. شغال ايه؟ سواق اللوزه. ايه؟ سواق اللوزه. ايه اللي بيحصل هنا؟ اليوم ده شيء بيحصل. تطهير، عمليه تطهير. تطهير بس. اتعرف بحضرتك. عمرو عيد كامل، مهندس ميكانيكا شركه مواني العرب، مركز التحريه، مشروع كبير وفي عمليه بغاز وبغاز. احنا في رحله كده في بحيره البرولس والبغاز. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو ورقه مصر مطلوبه النهارده، و الجمهور يعني شغلنا مسؤول يا فندم عن تطهير وتعميق بغاز وخط البرولس وحمايته. بيتم التطهير وتعميق البغاز على منسوب ناقص 5، وتقطيم جوانب البغاز بالاحجار الدولوميه، طبعا علشان حمايه الجوانب من النحر وعمليه الاطماء اللي بتحصل فيه، وطبعا التعديات اللي بتحصل على جوانب البغاز. وبعدين المنسوب ناقص 5 لحد جوه البحيره بحوالي 500 متر. وبعدين بيتم تفريع قنوات شعاعيه، قناه شرقيه وقناه غربيه وقناه منتصف، بيتم التعميق فيها على ناقص 5 ثم ناقص 4 ثم ناقص 3.5. ده باطوال 1400 متر و1300 متر و1200 متر طول. البغاز هو ده اللي تحت؟ البغاز هو القناه اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. القناه اللي احنا ماشيين فيها، القناه الواسطه بين البحر المتوسط شمالا وبين بحيره البرولوس. يعني الجزء ده بحر متوسط بره، ده بحر متوسط بره المتوسط. هو الناحيه دي وهنا بحيره البرولوس اللي هناك دي. بحيره البرولوس تمام. بحيره البرولوس تعتبر ثاني اكبر بحيره طبيعيه في مصر. تمام. ديت مساحتها حوالي 108,000 فدان. طبعا شركه المعروض العرب قامت بتطهير جزء كبير منها ناحيه الشرق، وبيتم تطهير وتطوير منطقه المدخل بتاع بحيره البرولوس لتنويع السمك اللي بيدخل هو. طبعا انا بحيره البرولوس تعتبر تجميع لمصبات مصارف مختلفه زراعيه حوالين البرولوس كلها. فتحت الدخول الوحيده للبحر المالح وهي طبعا التطوير بتاع البحيره دلوقتي بالشكل دوت هيفتح مجال جديد ونوعيات جديده من السمك ما كانتش موجوده قبل كده في بحيره البرولوس. طبعا ده ليه تاثير كبير جدا على الاقتصاد وعلى تخفيض الاسعار بتاعت البروتينات الموازيه زي الدواجن واللحوم لما بقى فيه اختفاء زائد من السمك. احنا ممكن نخش على اللي جوه اسلك وشغاله. لا شغاله بس جنب منها عالي شويه. شكرا. هيا تقول لي. بس ايه؟ عملية التطهير اللي تحصل في بحيرة البرولس، واليوم السابع يسجل عمليات التطهير وسط بحيرة البرولس. وعارفين ان بدأت من زمان، لكن احنا بنتابع عمليات التطهير. وادي كمان الكراكات موجودة والاجهزة موجودة. غالبا مش الاجهزة موجودة زي ما انتم شايفين كده. هو الشركات بتشتغل